بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكم أعزائي الطلبة في الدرس الرابع عشر من دروس مخصصة لطلبة الصف الثالث المتوسط. درسنا اليوم هو بالوحدة الثانية، لا نزال يونت 2، المقارنة comparison. comparison المقارنة دائما هذه تكون بين شيئين باستخدام الصفات، مثل small smaller، big bigger، thin thinner. دي السالفة عندي ما ابتهمت شنو قصدك؟ الآن يتوضح لك من خلال المثال التالي. لاحظ علي علي is short، سامي is tall. إذا نعقد مقارنة، من الأطول من الأقصر بين شخصين مثلا علي وسامي؟ إذا نقول علي أقصر من سامي، علي is shorter than سامي. طيب هسه هي سامي الصفة هي short، short هي الصفة، ليش ضبط لها ER؟ سؤال جيد. بالمقارنة حتى أسوي مقارنة الصفة أضيف لها ER، الصفة أضيف لها حرفي ER، أصير عندي مقارنة، أصير أقصر، أحولها من كلمة قصير إلى أقصر من، وأستخدم وياها كلمة than، shorter than، يعني صفة زائد ER وكلمة than من، كلمة than من. لاحظ الكلمات تتكون من مقاطع، هسه مثلا كلمة short هذه تتكون من مقطع واحد. خليك وياي، احنا ناخذ اما على المقطع الصوتي او على عدد حروف العلة الموجودة في الكلمة. هسه نحسب عدد حروف العلة في كلمة short، لاحظ كم حرف؟ هو حرف واحد، اذا نقول هذه الكلمة هي one syllable. شنو يعني سيلبل؟ يعني مقطع واحد، تتكون من مقطع واحد. أيضا كلمة تول أيضا تتكون من مقطع واحد، يعني شنو بها؟ مقطع صوتي واحد وحرف علة واحد، تول، إذا يعني أيضا من مقطع واحد. فهكذا صفات تتكون من مقطع واحد، شو نضيف لها؟ نضيف لها حرفي إي آر. مثال نايس، نايسر. لاحظ كلمة نايس، نايس بها حرفي علة بس هي مقطع صوتي واحد، ليش؟ لأن حرف الإي هنا صامت لا ينطق، فبما أنه حرف العلة هنا حرف إي صامت، خلي بالك وياي، حرف إي لأنه صامت ما نحس به، فنحس به حرف مقطع صوتي واحد، ونضيف له ايضا اي ار. لاحظ هي كلمة نايس تأتي بحرف اي، وضيف اي ار، نحذف هذا الحرف، نسوي له ديليت، فتبقى نايسر. طبعا اذا كان الكلمة تنتهي بحرف صحيح قبل حرف علة، يضاعف الحرف الأخير ونضيف له ER. big bigger، hot hotter، fat fatter، thin thinner، sad sadder. أوكي. طيب إذا انتهت الصفة بمقطع Y كما في كلمة train دي، شو نسوي؟ لاحظ train دي تي ار، خلي بالك وياي، اي ان دي واي، شو تسوي؟ نحذف الواي، نحذف حرف واي، نحذف حرف واي. اوكي، أو قلبه نقلبه إلى I وضيف ER.
شو تصير؟ تريدير. تريدير. كذلك في كلمة happy نحذف حرف الواي نضيف اي اي ار. اوكي، اذا كانت الصفة تتكون من مقطع واحد ينتهي بحرف واي. تريد تريدير، happy happier. طيب إذا كانت الصفة تتكون من أكثر من مقطع واحد، مثل كلمة beautiful، لاحظ لدي ثلاث حروف علاجة تسوية نحسبها بمقطع واحد، هذا مقطع. الآي جميع الحرفين صحيحين الحسبة مقطع واحد، وهذا حرف اليو بين حرفين صحيحين. إذن هذه ثلاث مقاطع، three syllables. الكلمات اللي تكون بها من مقطعين وثلاثة وأكثر نخلي، يعني أكثر من مقطع واحد نخلي قدامها كلمة more beautiful than، يعني الصفة راح تجي بين المور وبين الصفة من مقطعين أو ثلاث مقاطع، بعدين كلمة ذال. القاعدة، ناخذ قاعدة بعدين. مثال beautiful more beautiful useful more useful. شلون هسه نحسب مقاطع الكلمات؟ لاحظ نايس قلنا مقطع واحد، يعني حرف الإي ثابت. نايس مقطع صوتي واحد، نعتذر عن الطباعة الخاطئة هذه. نايس مقطع صوتي واحد. تشيب، لاحظ تشيب حرف يعني سوية بس ما يتفضل صوت واحد، صوت الإي تشيب، لذلك نحسبهم صوت واحد، مقطع صوتي واحد. أوكي، إذن نايس وتشيب مقطع صوتي واحد. ناخذ أمثلة. طبعا دلالة وجود كلمة ذان تدل على أن الجملة هي مقارنة، لأن عندنا موضوع آخر هو التفضيل superlative. بعدين ناخذ المقارنة ونفهمها، بعدين يسهل عليك فهم المفاضلة، مو التفضيل عفوا، المفاضلة. مثال who is the فراغ، هذه طبعا مثال مفاضلة خليها بعدين. زين مقارن، a bear is فراغ than a wolf. طبعا هاي عندك كلمة than، إذا شنو مقارنة، فتأتي إلى الصفة اللي بيها ER فهي bigger. a bear is bigger than a wolf. الدب أكبر حجما من الذئب، كلمة wolf ذئب. نموذج وزاري، لاحظ لاحظ هذه الجملة a bear is bigger than a wolf، هذه جملة بها مقارنة. سكي شاسات شو أسوي؟ أنا هاي مقارنة، هذه كلمة bigger مقارنة، أقدر أقسمها شوية وباوع كل زين على المنطوق. شو على rewrite the sentence use، هاي كلها تحذفها، إذا هذا دي ما نستخدمها. أوكي، لأن هذا اللي required مطلوب عندك. ولا كلمة يوز شو قايل لك؟ قايل لك استخدم كلمة small. حلو، هسه تلقى سؤال أنا شلون أقدر أستخدم كلمة small؟ بسيطة، تجيب الاسم الأول الثاني second yes second sentence، خلي بالك وياي، زائدا الفعل is the المفرد هنا عنده، زائد
الصفة بضيف لها اي ار زائد الكلمة الذال زائد الاسم الأول اللي راح نعكس الجملة. إذا يصير عندك شنو؟ A wolf is عكس كلمة bigger شنو smaller؟ smaller than a bear، يعني الذئب أصغر حجما من الدب. خلينا ناخذ قاعدة المقارنة. المقارنة دائما تجيب الاسم الأول first noun الاسم الأول زائد am أو is أو are، يعني أحد أفعال الكيلولة دائما am أو is أو are، زائد بعدين كم فعل ياخذون مقارنة غير هاي الأفعال، بس هي غالبا أفعال الكيلولة am أو is أو are زائد الصفة زائد الـ ER زائد الكلمة الذال، أو إذا كان الصفة أكثر من مقطع واحد سناخذها. هسه هذه ER شوكت، إذا كانت الصفة تتكون من مقطع واحد زين زائد الاسم الثاني زائد السكسر. هذه القاعدة، إذا كانت الصفة تتكون من مقطع واحد، خلي بالك وياي. إذا كانت الصفة تتكون من مقطعين نجيب الاسم الأول زائد الـ am أو is أو are زائد الـ were، خلي بالك، زائد الصفة adjective زائد الكلمة الذال زائد الاسم الثاني. هاي قاعدتين عندك، قاعدة وور وقاعدة اي ار، احفظها، قاعدة اي ار وقاعدة وور. الوور قبل الصفة إذا كانت أكثر من مقطع، وإذا كانت الصفة من مقطع واحد نضيف لها اي ار. مثال آخر، cows are as big as no bigger than the biggest the goats، الأبقار أكبر حجما. مقارنة ليس هنا as big as، بعدين بناخذها اعطيك معناها، يعني بنفس كبر او حجم الماعز. خطأ، bigger than اكبر، the biggest مفاضلة هي الاكبر، لا هي اكبر من، اكبر من الماعز، لانها شنو مقارنة بين اثنين. tablets are more expensive، خلي بالك هنا، شوف هاي المقارنة، more expensive than phones، التابلت أغلى من النقال أحيانا. أعد كتابة الجملة، ري رايت، شو مطلوب عندك، ري رايت ذا سنتنس، هاي كلها ما تكتبها، ورا كلمة يوزينج كده نستخدمها، هذه بس تستخدمها تحذف زين. نجيب احنا الاسم الثاني، قلنا القاعدة مالت لا تنسى، إذا قال لك استخدم صفة معاكسة، يعني قاعدة استخدام صفة معاكسة شو تسوي؟ تجيب الاسم الثاني من السؤال، جملة السؤال تلقاه هنا بوز، لاحظ، خلينا هذا الاسم الثاني بدينا بيه، اوكي، جمع ياخذ ار، بعدين تجيب الصفة تشيب اضيف لها اي ار، اوكي، بعدين كلمة ذال، ثم نأتي بالاسم الأول tablets، phones are cheaper than tablets. اختيارات هنا، the night is فراغ than the dawn، the night يعني الليل، the night الليل، والدون اللي هو الفجر. إذا beautiful as beautiful as أو less beautiful، خليني أشرح لك على قاعدة less. عكس كلمة more شنو هو؟ less،
أقل. فأيضا تكون مقارنة باستخدام less. إذا أردنا أن نقول أن الليل أقل جمالا من الفجر، إذن هنا تستخدم نفس القاعدة طبعا، يعني الاسم الأول زائد عام الزوار أوكي زائد less زائد الصفة، طبعا هاي تكون شنو؟ تكون مع الصفات التي تتكون من مقطعين فأكثر، زائد الدال زائد الاسم الثاني أوكي. نفس قاعدة مور بالضبط، بس بدل مور شو تستخدم؟ less، وكلمة less أقل معناها less أقل ومور أكثر. إذا تصير the night is، الإجابة the night is less beautiful، the night is less beautiful أقل جمالا منه. زين نأتي إلى قاعدة as صفة as، هذا الفراغ هيك تجيكم از فراغ از يعني از زائد الصفة زائد الاز. شو القاعدة مالتها؟ لاحظ بالمقارنة هنا يعني شنو معنى از؟ از شنو المقارنة بيها؟ يعني هنا يشبه، اكو تشابه في مثل فلان يشبه فلان بالذكاء، هذا النقال يشبه هذا النقال بالكاميرا، هذا النقال يشبه هذا النقال باللون، وهكذا. القاعدة مالتها خلي بالك وياي، الاسم الأول زائد أحد أفعال verb to be يعني لو ار لو از لو ار، زائد جيب قاعدة از زائد از زائد الاسم الثاني، ماكو هنا عندك دال، دال ما موجودة. مثال خليني اعطيك ملاحظة، شلون تجيك الجملة بالامتحان. قاعدة از از راح يطلب من عندك انك تأتي بعكس الصفة، شلون يعني؟ يعطيك مقارنة مثلا الدب ليس بسرعة الاسد، ويقول لك استخدم از از. طبعا الجملة هنا راح تكون منفية، طبعا دائما قاعدة از از راح تلقى بيها كلمة نوت منفية اوكي. فهذه القاعدة هسه a bear is not، اول شي جايب لك عفوا جايب لك اختيارات هسه a bear is not as frog as the lion. هنا هذه بيها اي ار ما تستخدمها، ايش هاي مقارنة؟ هذه بيها اي اس تي مفاضلة بعدين ناخذها، هذه هي الصفة. اذا هنا يجب استخدام الصفة كما هي في قاعدة از از، استخدم الصفة كما هي. هذا اذا اجى هذا الشيء طيب a bear is not as fast as a lion. طيب اذا قلت لك غير لي استخدم كلمة ذان، يعني اجيب لك هيك جملة وقال لك يوز ذان، يعني غير المقارنة من از از الى مقارنة صفة زائد ذان. شو تجيب؟ جيب لاين، تجيب الاسم الاول عفوا الاسم الثاني، لاين از فاستر than a bear، بعدين نجيب الاسم الأول اللي هو إجابة السؤال. لاحظ هذا الاسم الأول وهذا الاسم الثاني،
يعني غالبا ما تجيك هكذا. اذا ما جتك اختيارات يجيبك جملة as as ويقول لك غيرها الى استخدام than مقارنة باستخدام than، او احتمال يجيب لك بالعكس، يعني يجيب لك هذه الجملة line is faster than a bear، يقول لك استخدم use as as. إذا قال لك استخدم use as as تستخدم قاعدة النفي اللي هي هذه، يعني هذا الجواب a bear is not as fast as lion. هنا شنو تعكس؟ هنا باعتبار هذا السؤال، إذا هذا السؤال خلي بالك وياي، تجيب a bear خليته بالبداية، بعدين هو مفرد is not، بعدين تجيب قاعدة as وتاخذ الصفة من دالة، تحذف الـ ER وتحذف الدال، تاخذ بس كلمة فاست از، وبعدين تجيب الاسم الأول اللي هو الاين. هاي خلينا هنا الاين، إذا هاي شنو؟ القاعدة متعاكستان، هاي القاعدتان. أما تجيب لك قاعدة از نوت از زائد الصفة زائد از ويقول لك استخدم دال، أو تجيب لك قاعدة دال ويقول لك رجعها إلى قاعدة از نوت از زائد الصفة زائد الاز، هاي القاعدة قدامك. يوجد صفات شاذة، يعني شو قصدك صفات شاذة أستاذ؟ يعني صفات ما نضيف لها اي ار، مثال جود، لاحظ كلمة جود هاي قدامك، بالمقارنة تصير better، good better the best، يعني جيد أفضل الأفضل، bad سيء. شوف تغيرت الكلمة هذه، شوف worse صارت عندك the worst بالتفضيل أو المفاضلة، بعدين ناخذ المفاضلة حتى ونرجع لها ان شاء الله، ايضا خلي نقراها. far farther بعيد ابعد، the farthest the farthest الابعد، much many و more تجي، عفوا much much many تصير more، little تصير less، هاي اللي اخذناها في ذاك التمرين المثال، little less بعيد حتى يصير التوضيح اكثر. بعض الصفات احنا مو قلنا هاي الصفات اكثرها شنو؟ تتكون من مقطع واحد، good bad far much little، كلها تتكون من مقطع واحد، مو قلنا لازم نضيف يعني good ولازم نضيف لها اي ار، تصير المفروض تصير قدر. خلي بالك هاي خطأ، خلي بالك ما يصير هيك، انتبه ما يصير، اذا يقول زاد الاي ار شو تصير؟ بتر، لانها صفه شاذه. باد زائد الاي ار شو تصير؟ تصير ويرس، اوكي ما تصير بادر، مو تكتب بادر، تصير ويرس ليش؟ لان صفه شاذه. هكذا جاءوا به الاقوام الاسكندنافيه عندما غزوا ببريطانيا، فار مقارنتها اضيف لها ار تصير فار فاردر الابعد، واتش زائد الاي ار تصير مور، ماني زائد الاي ار تساوي ايضا مور، وقد عندنا اس ليتل اقل قليل، ليتل أقل less هذه الصفات. ناخذ نموذج وزاري، علي is older than ملا، لاحظ old old x x كلمة young
لاحظ، فإذا أجدتك هيك جملة يعني قال لك استخدم صفة معاكسة بالمقارنة، شو نسوي احنا؟ نبدأ بالاسم الثاني. الاسم الثاني يا هو، أحسنت، منى. منى مفرد، تجيب إز، بعدين نروح على هاي الصفة اللي بطلنا اياها يقول استخدمها اللي هي صفة ينغ. خلي بالك وياي، تتكون من مقطع واحد، أضيف لها إي آر، بعدين كلمة ذان، ثم نأتي إلى الاسم الأول اللي هو بالسؤال اللي هو علي. صارت إجابتنا صحيحة، منى إز يانجر ذان علي. شنو معنى الجملة الأولى؟ علي إز أولدر ذان منى، علي أكبر سنا من منى. فإذا هنا نقول منى إذا شنو أصغر عمرا من علي. صارت الجملتين بنفس المعنى. إذا هذه الصفات. زين. Bears are stronger than deers. هاي القاعدة اللي قلت لك. لاحظوا هنا عندنا قاعدتين قلنا. قاعدة ER زائد than يعني صفة ER زائد than، أو قاعدة as صفة as. هنا متبادلات بالسؤال، يعني أما أجيب لك بهذه القاعدة، قاعدة إي آر أو مور، قاعدة إي آر أو مور، أو مور وإي آر زائد دال، ويطلب من عندك تحولها إلى قاعدة أز أز، أو أجيب لك الجملة بقاعدة، طبعا هاي لازم تكون منفية، قاعدة لوت أز أز. ناخذ مثال Bears are stronger than deer. هاي القاعدة الأولى، خلينا نسميها القاعدة الأولى. أوه هاي القاعدة الأولى. قال لك خلي بالك وياي، حولها إلى القاعدة الثانية. شو تسوي؟ تأتي بالاسم الثاني. وين الاسم الثاني؟ أحسنت، deers. هذا هو الاسم الثاني. واضح؟ كتبه كابت اللتر، deers اللي هو الغزلان. طبعا جمع، اذا تستخدم ار دوت مباشرة نفي، ار دوت، بعدين تجيب قاعدة از عكس الصفة. شو عكس صفة سترونج؟ او تستخدمها عفوا، تحذف اي ار، بعد ما تجيب عكس هذا تحذف اي ار وذان، ذني الحذف، إذا يصير سترونج، ترجع عند الإي سترونج، أز، بعدين الاسم الأول، شنو الاسم الأول؟ الاسم الأول بيرز، بدينا الاسم الثاني، وتجيب الاسم الأول مال الجملة، إذا الغزلان ليست بنفس قوة الدببة أو الدبابة. واضح؟ أعيد لك مرة ثانية، خلي بالك وياي، عندنا قاعدتين، قاعدة مور أو إي آر زائد دال، والقاعدة الثانية مال المقارنة إز دوت أز زائد الأز. إذا أجتك جملة وقال لك استخدم أز أز، ما أعطاك عكس الجملة، أعطاك قاعدة بيرز آر سترونجر ذان ديز، قال لك استخدم لي مقارنة بقاعدة أز زائد الأز حتى تكون نفس المعنى، الجملة نفس المعنى. فأنت شو تبدي؟ تبدي بالاسم الثاني بعد الجملة الأولى، بعدين تجيب إذا كان مفرد تجيب إزنت، وإذا جمع أرنت، إذا عندنا جمع بيرز إذا تجيب أرنت، بعدين أز، وتحذف الإي آر من الصفة وكلمة ذان، تنزل الصفة، بعدين أز، بعدين الاسم الأول اللي كان موجود في جملة السؤال. Deers are not as strong as bears. طيب لاحظ، جايب لك هذي، استخدم faster. A bear is not as fast as lion. هاي القاعدة الثانية، قال لك استخدم قاعدة faster، يعني قاعدة صفر ER زائد الذال. شو الإجابة؟
إجابة. نروح على الاسم الثاني اللي هو ألاين. أحسنت ألاين is للمفرد، وتجيب كلمة faster بعطيك إياها بالسؤال، وكلمة that، ثم تأتي بالاسم الأول appear. Then align is faster than appear. مثال آخر: the dawn is more beautiful than. إذا هاي القاعدة الأولى، شوف القاعدة الأولى مال ER أو more than that. شو يجمع عندك؟ شوف لاحظ ما قال لك استخدم، خلي بالك هنا كل زين، ما قال لك استخدم as ما قال لك استخدم as اوكي. الطاق قال لك استخدم less. شوف هذه الطاق استخدم less، خلي بالك هاي less عكس more، less عكس more. فمجرد شو سويت تعبتك هنا، تبدي بالاسم ثاني the night، هذا الاسم الثاني مفرد، تجيب is، بعدين تجيب كلمة less اللي هو بعطيك اياها يعني، والصفة نفسها beautiful، ثم كلمة that، ثم تأتي بالاسم الأول. هذا مهم جدا، تحفظ لي اياها عزيزي الطالب. إلى هنا نأتي إلى نهاية درسنا، آمنين أن نلتقيكم بدرس آخر. لا تنسى أن تشترك بالقناة وتفعل الجرس لتنبيهك على وإعلامك على التسجيلات القادمة. تحياتي لكم، عليكم بحفظ معاني الكلمات. الدرس القادم سوف نتناول زمن الماضي البسيط والأفعال القياسية والغير القياسية.